احسن بحوره مشيت لهم بالنسبه لنا واحد ديال كازا كاين هاد بابال واللي قريب شاو كيعاودوا ليه زوين ماشي كيعاودوا ليه مشيت ليه وزوين الناس نقيين الناس بعقلهم وكاين عاوتاني ديال بوزنيقه والديا سميتو تما زوينين وبالنسبه اللي برا كازا كاين بليونش من احسن البحوره اللي كاينين عندنا هنا في المغرب كاين تغازو ديال اكادير تا هو كيعاودوا ليه الناس زوينين مشيت ليه تا هو زوين وكاين داكشي ديال الشمال راه عندنا داكشي زوين في الشمال هادشي اللي كنعرف في البحوره ديال المغرب اللي زوينين هاد انا بليونش هو احسن واحد كاين في المغرب حاليا بليونش هو اللي احسن بحر كاين في المغرب خويا تبارك الله كاينين البحوره بزاف في المغرب والبحر اللي كيعجبني اخويا هو اللي كاين في الشمال كابونيغرو وكاينين البحوره بزاف عاوتاني كاينين في المحمديه ثلاثه البحوره كاين بوزنيقه حتى هو زوين بالنسبه اللي كيسكن في كازا بوزنيقه زوين احسن بحر تبحرش فيه المغرب هو الحسيمه هو احسن بحر تبحرش به كاينين بحوره واعرين بحال واد لاو بحال الحسيمه بحال تطوان بحال الصابليط عندنا في كازا محمدية ضروري حسيمة كل عام ان شاء الله كل عام كنمشيو لها انا والدري تريبي بحال ما عندناش الا خويا واحد البحوره ديال المغرب زوينه كلهم زوين عندك انا كيعجبني فيهم مومير لفت فهمتي زوين عائلي نمشي ديال العائله وكالم زوين هادشي اللي كاين وتغازو حتى في اكادير حتى زوين حتى هو عائلات البحور كيكون كان عائليين فهمتي باش تحاول تبحر مع العائله عندكم بوزنيقه حتى هي الوالديه صعب هادشي اللي كاين ما محمدي داكشي ما عندنا ما كنديرو ما عندنا ما نديرو فيه خويا كاع البحور تاع المغرب زوينين الصراحه خويا كاين اخويا تاع تطوان كاين السعيديه كاين محمديه كاين بوزنيقه كاين كاع البحور الحمد لله زوينين في عندنا جوج بحور الحمد لله عطينا الله الخير الحمد لله شي السعيديه هي اللي زوينه الصراحه عجبتني داك البحر اللي فيه ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.